الرئيس السيسي يشهد احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية حكايات الأبطال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. عقب الضربات الإسرائيلية لإيران، حزب الله يقصف شمال إسرائيل بصواريخ، والاحتلال يفخخ قرى جنوب لبنان ويفجرها. مدبولي يؤكد من السويس حرص الحكومة على دفع العمل في القطاعات المنتجة وإعادة بناء جميع محافظات الجمهورية. متابعتنا تتواصل معكم، وهذا موعد نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للشعب المصري في ذكرى انتصارات أكتوبر لكل من شارك، سواء من اتحاد القبائل العربية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن ذكرى أكتوبر ستظل خالدة في وجدان جميع المصريين. جاء ذلك خلال كلمة سيادته في احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أكد قدرة المصريين على مواجهة التحديات كافة بفضل وحدتهم. خلوني في البداية أرحب بكم جميعا من كل المحافظات، من كل حتة في مصر. وخليني أقول إن المناسبة مناسبة 51 عام 51 سنة على نصر أكتوبر مناسبة هتفضل دايما خالدة في وجداننا. واسمحوا لي أقول لكم إن أنا بشكر كل من ساهم في هذه الاحتفالية بصراحة، سواء كان منظمات المجتمع المدني أو اتحاد القبائل أو كل الناس اللي شاركت من المحافظات. وأنا بشكركم اللي هم الشباب والشابات وكل من حضر معانا النهاردة في الاستاد النهاردة، بشكركم. ونوجه التحية لكل شعب مصر بمناسبة الاحتفالية ديت. طبعا طبعا لازم تفرحوا، وانا عايز اقول لكم ان حكاية اكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش. والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط، ده كان نصر وراه ارادة شعب كامل، ارادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه. وعايز اقول لكم تحدى التحدي نفسه. انا عايز اقول لكم اللي انتم بتشوفوه دلوقتي ومن غير تفسير كتير وتوضيح كتير، كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد 67 في مصر. وكان كل الناس العالم والخبراء والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات اللي كانت بتجابها الدولة المصرية في الوقت ده، خاصة على الصعيد العسكري ده، كانوا بيقولوا ان مستحيل خط بارليف، منع قناة السويس، التفوق الكبير، المقارنة اللي كانت مش في صالحنا، كله كان بيقول ان مفيش فرصة نجاح. لكن الشعب المصري زي ما بقولكوا كده رفض ده وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار. وعشان كده الانتصار ده غالي قوي، والدفع فيه كتير من دماء شبابنا، دماء المصريين، وأيضا السلام الدفع فيه كتير قوي، على رأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات. دفع فيه كتير، دفع فيه حياته ودمه عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها. طب احنا دلوقتي
في تحديات قدامنا أكيد، لكن بنفس الروح ونفس الإرادة والإصرار، وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبة وقتها، لازم تكونوا متأكدين يا مصريين إن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى، وبقول بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا، ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي إحنا بنتمناه مع بعضنا مع بعضنا. الحكايات الثمانية اللي جت النهاردة حكايات لبيوت بسيطة لناس بساط جدا، موجودة الحكايات دي في كل بيت مصري بيسعى من أجل حياة أولاده حياة أسرته في ظروف صعبة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتغلب على ظروفنا ديت ونحقق كل اللي احنا بنتمناه. مش هنسى ان انا عايز اشوف انس اللاعب بتاع اسوان، ومش هنسى ان انا اقول ان الحاجة فرحانة لازم نعمل لها حاجة باسمها في سينا وفي مصر، في سينا وفي مصر. الحاجة فرحانة الست العظيمة اللي نموذج للمصرية للبدوية للعربية للسينوية في وقت صعب جدا جدا كانت بتقدم، والنهاردة ربنا يا رب يديها العمر والصحة، بنقول لها متشكرين، وأرجو ان احنا نوجه لها التحية كلنا لو سمحتم. في سينا نعمل حي باسم الحاجة فرحانة عشان نفتكر، ودايما نبقى مش هقول فاكرين الجميل، في ناس كتير قدمت كتير قوي لمصر في كل الأوقات وفي كل العصور، لكن فرصة النموذج اللي موجود في الحاجة فرحانة، ونعمل حاجة أيضا في القاهرة يعني محور أو حاجة رئيسية كده، برضه نقول للمصريين اللي في القاهرة شوفوا أهلنا اللي في سينا عملوا إيه. مش هنسى أبدا إن أنا أوجه أيضا التحية لكل اللي ساهموا في الاحتفالية دي من الفنانين، وأخص هنا بالذكر الفنان محمد منير، وأرجو إن إحنا أيضا نشكره على مساهمته وعلى إصراره على إنه يكون متواجد معانا، يعني ربنا يديله الصحة. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، كل الشكر ليكم على اللي ساهم وعمل وجاهد معانا واجتهد في انه يخرج الاحتفالية دي اللي فرحتنا كلنا. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد مساء اليوم احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية لمناسبة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة. وخلال الاحتفالية شاهد السيد الرئيس فيلما تسجيليا تحت عنوان حكايات الأبطال، الذي يسلط الضوء على بطولات القبائل العربية في تاريخ النضال الوطني. كما شهد الرئيس السيسي أوبريت تحدي، والذي قدمته مجموعة من الأصوات المصرية، ويجسد تحية صادقة لكل المحافظات المصرية من سيناء إلى الجنوب للدلتا. ويشارك حزب حماة الوطن بحشود كبيرة في الاحتفالية التي ينظمها اتحاد القبائل العربية والعائلة المصرية.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تناول التصعيد الجاري في الشرق الاوسط وسبل الحد منه وتعزيز مسار التهدئه. وخلال الاتصال اكد رئيسان ضروره ضبط النفس ووقف دائره الاستهدافات المتبادله التي تضع الشرق الاوسط على حافه خطر الحرب الاقليميه التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقه. في هذا الاطار استعرض الرئيسان الجهود الجاريه لوقف اطلاق النار في غزه ولبنان وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وبكميات كافية. كما شدد الرئيسان على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مؤكدين دعمهما لمؤسسات الدولة اللبنانية. وشهد الاتصال تأكيد عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. توالت ردود الفعل العربية والدولية إزاء الضربات التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مواقع عسكرية إيرانية من بينها منشآت تصنيع الصواريخ، وأدت بحسب طهران إلى مقتل عسكريين ملحقة أضرارا محدودة. وأعرب المجتمع الدولي عن أمله في أن يكون الرد الإسرائيلي نهاية لتصعيد المتبادل بين الجانبين. المزيد من الرأي والمتابعة والنظر أكثر قربا حول هذا الملف لدى زميل أحمد عتابي. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك إرهام، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المساحة من التغطية الإخبارية التي نخصصها لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة ما يجري من تصعيد على امتداد الأشهر الأخيرة. أعربت مصر عن قلقها البالغ من حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة بالشرق الأوسط، والتي كان آخرها الهجوم الإسرائيلي على إيران صباح اليوم. وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، فضلا عن إزكاء حالة الاحتقان واحتدام الصراع بالمنطقة. وحذرت مصر من مخاطر التصعيد الراهنة التي قد تؤدي سواء عن عمد أو عن نتيجة لحسابات خاطئة إلى انزلاق المنطقة إلى مواجهة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي والدولي. كما شددت القاهرة على موقفها الداعي لسرعة التوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن والأسرى. هذا وقد كانت إسرائيل قد شنت ضربات على مواقع عسكرية في إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل في أوائل أكتوبر الحالي. وفي المقابل قالت مصادر إيرانية إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف طهران وخوزستان وإيلام كان ضعيفا. في خطوة مرتقبة منذ فترة ليست بالقصيرة، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية في إيران. إسرائيل بررت اعتداءاتها بأنها تأتي ردا على هجمات طهران عليها في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك في أحدث تطور في الصراع المتصاعد بين الجانبين. وعقب الإعلان الأولي بساعات، أفاد جيش الاحتلال بأنه استكمل ضرباته وحقق أهدافه من خلال 3 دفعات من الهجمات قصف فيها منشآت تصنيع صواريخ وصواريخ أرض جو، مشيرا إلى انتهاء العملية وعودة طائرته. على الجانب الآخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية بأن عدة انفجارات وقعت على مدى ساعات في العاصمة وفي قواعد عسكرية قريبة، مؤكدة أن منظومة الدفاع الجوي نجحت في صد الهجمات الإسرائيلية على أهداف عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، ووقوع أضرار محدودة ببعض المواقع فضلا عن مقتل 3 جنود على الأقل. مصدر إيراني مطلع أفاد بأن ادعاء الجيش الإسرائيلي باستهداف 20 نقطة في إيران هو أمر غير واقعي ويدخل في إطار الحرب النفسية، مؤكدا على أن عدد أهداف الهجوم هو أقل من هذا بكثير، وأن الأنباء التي تفيد بمشاركة 100 طائرة عسكرية إسرائيلية في هذا الاعتداء هو أيضا كذبة تسعى إسرائيل من خلالها لتضخيم هجومها الضعيف. من جهتها، تعهدت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية
برد مناسب على الهجمات الإسرائيلية على طهران، مشيرة إلى عدم وقوع أي هجوم على المراكز العسكرية للحرس الثوري في غرب أو جنوب طهران. أما في واشنطن فقد أفاد مسؤول أمريكي بأن إسرائيل أبلغت بلاده قبيل قصف أهداف في إيران، لكنه أضاف بأن واشنطن لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي. الهجوم الإسرائيلي يأتي وسط مخاوف عالمية من انجرار المنطقة لحرب إقليمية مع تكثيف إسرائيل لهجماتها على حزب الله، وهو ما شمل ضربات جوية على بيروت وعمليات برية وغارات في الجنوب اللبناني وهجمات متقطعة على مراكز ومصالح للحزب في سوريا، إضافة إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ عام على قطاع غزة. هذا وقد أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الإسرائيلي على عدد من المواقع العسكرية في إيران واصفة إياه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي. الخارجية الإيرانية أكدت في بيان لها أن طهران تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدوانية الخارجية، وأشار البيان إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وكذلك الانتهاكات غير القانونة القانونية وجرائمه في المنطقة خاصة ضد الشعب الفلسطيني فضلا عن عدوانه على لبنان، كل ذلك يشكل السبب الرئيس للتوتر وانعدام الأمن في المنطقة. أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني جعفر يازرلو أن الرحلات الجوية عادت إلى طبيعتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. كانت منظمة الطيران المدني بإيران قد أعلنت فجر اليوم إلغاء الرحلات الجوية على جميع المسارات حتى إشعار آخر على خلفية الغارات الإسرائيلية على إيران. أما على الجبهة اللبنانية فقد أعلن حزب الله قصف 5 مناطق سكنية على الأقل في شمال إسرائيل، فضلا عن استهداف مواقع عسكرية في المنطقة ذاتها وكذلك تجمعات للجنود في جنوب لبنان. وأورد الحزب في عدة بيانات له أنه قصف بالصواريخ كلا من كرياتشمونة ومتسوفا وجعتون ويسود همعلا إضافة إلى الكريوت شمال مدينة حيفا، في حين اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله بإطلاق حوالي 80 مقذوفا على إسرائيل. كما أعلن حزب الله أنه قصف بعدد من المسيرات الانقضاضية قاعدة جوية إسرائيلية تقع جنوب تل أبيب يستهدفها للمرة الأولى منذ بدء التصعيد بين الطرفين قبل عام. كما شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب. أما على الجبهة الفلسطينية فقد استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدة جباليا النزلة شمال قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع المجازر والتطهير العرقي والنزوح القسري منذ 22 يوما. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المزيد من المجازر في شمال قطاع غزة وتحديدا في جباليا مع دخول الحرب يومها 86 بعد 300. وأفادت مصادر طبية بأن جيش الاحتلال ارتكب 7 مجازر بحق سكان القطاع راح ضحيتها 77 شهيدا فضلا عن 289 مصابة، وذلك خلال الساعات 48 الماضية. كما أفادت المصادر الطبية الفلسطينية بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 42,924 شهيدا و 100,833 مصابا، وذلك منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة مدير تحرير الأهرام، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا بحركي فندم أستاذ المشاهدين. أبدأ معك بالتطور الأخير والأبرز، ما جرى على الجبهة الإيرانية وما قامت به إسرائيل من ضربات. الأراء متباينة ما بين التضخيم والتهويل من قبل الاحتلال وتقليل تأثير الضربة أو نتائجها من قبل إيران، وبين الاثنين تبدو الولايات المتحدة راضية بما جرى. فإجمالا كيف تقيم كل ما جرى في الساعات الأولى من صباح اليوم؟ يعني منذ الساعات الأولى من صباح اليوم كانت هناك العديد من التصريحات والبيانات الصادرة عن الكيان الصهيوني بأن الضربات هي ضربات موجعة للداخل الإيراني ومشاركة أكثر من 100 طائرة بالإضافة إلى المسيرات وغير ذلك، إلا أن مع يعني صباح شهدنا حجم الدمار لم يكن بحجم هذه التصريحات وهذه الأكاذيب الإسرائيلية. حتى الآن كل التقارير تؤكد أنها كانت ضربة استعراضية أكثر منها ضربة موجعة بإيران، خاصة أن الكيان الصهيوني أو يعني حدد 20 نقطة تم قصفها. يعني حصيلة الدمار لم يعني تحقق خسائر كبيرة إلى إيران. إيران أيضا يعني سواء كان في المرحلة الأولى من الهجوم أو الثانية كانت تؤكد على أن الدفاعات الجوية الإيرانية كانت تتعامل مع أجسام غريبة على الأجواء الإيرانية. اثنين شهداء أو اثنين قتلى من الجانب الإيراني لا تمثل ضربة موجعة إلى إيران، بالإضافة أيضا إلى أن هناك العديد من التقارير التي تؤكد على أن الإدارة الأمريكية كانت على علم بهذه الضربات وأعطت أيضا بعض التصريحات وبعض التسريبات للجانب الإيراني باستيعاب هذه الضربات. أيضا كان هناك محاذير على الضربة الإسرائيلية بأنها لا تقترب من المفاعل البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة أيضا إلى مصفات البترول حتى لا يكون هناك أزمة للطاقة. حتى الآن أراد بنيامين نتنياهو أن يعني يوضح للمنطقة بأن لديه اليد الطولة في ضرب جميع الأهداف التي تهدد أمن واستقرار إسرائيل على حسب زعمه، إلا أن ما زالت حتى الآن الضاحية وقوات حزب الله تتعامل بقوة مع القوات الإسرائيلية، وما زالت أيضا الخسائر في غزة. إذن حتى الآن كانت هذه الهجمات هجمة استعراضية أكثر منها المراد منها تحييد القدرات الدفاعية للجانب الإيراني. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة متحدثنا لدينا عبر الهاتف من القاهرة. هذا كل ما لدينا في هذه المساحة من التغطية الموجزة. الآن هذه عودة من جديد إلى زميلة ريهام رجعي. شكرا لك أحمد لهذه القراءة في هذا المشهد المحتدم، ونواصل معكم مشاهدينا الكرام متابعتنا على مدار هذه النشرة، حيث انتخب البرلمان العربي النائب الإماراتي محمد أحمد اليماحي رئيسا جديدا لولاية مدتها عامان كخلف للرئيس السابق عادل بن عبد الرحمن العسومي. نعم، وتم انتخاب 4 نواب لرئيس البرلمان، هم الجزائري فؤاد سبوتة والنائب العراقي أحمد عبد الله الجبوري والنائب العماني سعيد بن حمد السعدي والنائب المصري طارق نصير. شارك في الانتخابات 63 نائبا من إجمالي 88 بالبرلمان العربي، وأعلنت اللجنة المنظمة أن هناك 60 صوتا صحيحا في انتخابات نواب رئيس البرلمان، بينما كان هناك 3 أصوات غير صحيحة. من خلال منافسة قوية بين أعضاء البرلمان العربي انطلقت أعمال الجلسة الإجرائية للبرلمان لانتخاب الرئيس ونوابه، حيث شهدت انتخابات ديمقراطية والإعلان عن فوز النائب الإماراتي محمد اليماحي برئاسة البرلمان العربي. نعتزم كذلك فتح آفاق جديدة في العلاقات الخارجية للبرلمان العربي بما يعزز من حضوره وتأثيره القوي على المستويين الإقليمي والدولي. شهدت الجلسة انتخابات على 4 مقاعد لنواب الرئيس. الحمد لله وفقت في هذه الانتخابات كنائب من الدولة المصرية، نائب لرئيس البرلمان العربي، والفترة القادمة إن شاء الله البرلمان العربي يعمل جاهدا على حل كافة مشاكل أو المشاركة في كافة مشاكل اللي بتعيق الدول العربية وبتتعرض لها الدول العربية ومصر طبعا في الفترة الحالية
بتتعرض لضغوط خارجية كبيرة جدا. أعتقد الوطن العربي لابد له من التكاتف، والتكاتف ده لن يتم إلا من خلال القنوات الشرعية والتشريعية الخاصة بالبرلمان العربي كمجلس تشريعي. التركيز على الدبلوماسية البرلمانية كواحدة من الآليات التي يمكن من خلالها أن نزيل الكثير من العقبات الموجودة، وأيضا من خلالها يمكن لنا أن ندافع عن قضايانا العربية ليس داخل البرلمان العربي فقط، ولكن يجب أن نتوجه إلى باقي المنظمات الدولية التي بقيت لسنوات طويلة خارج اللعبة العربية. جاء ذلك في جلسة إجرائية عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة النائب يسر المعازي عضو مجلس النواب المصري باعتباره أكبر الأعضاء سنا، وشارك في الانتخابات 63 نائبا ونائبة من بين 88 عضوا في البرلمان العربي. مرحلة جديدة يبدأها البرلمان العربي بعد هذه الانتخابات لدعم مختلف القضايا العربية على كافة المستويات، خاصة على المستوى الدبلوماسي، ودعم القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة. من داخل الجامعة العربية منذر أبو دوح، أني الأخبار. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إنه تم إنشاء مجموعة من وحدات الإسكان المتميزة لأهالي محافظة السويس. وخلال زيارته إلى المحافظة تفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات الصناعية والخدمية، كما قام بتسليم أول مجموعة عقود للمستفيدين من الوحدات السكنية ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دارة. جولة تفقدية في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استهلها بمشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشروع دارة بحي عتاقة، حيث استمع لشرح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الذي أشار إلى أن سعر الوحدات السكنية هو أقل سعر لأبناء السويس البواسل، حيث لا يتعدى تقريبا تكلفة التنفيذ. رئيس مجلس الوزراء سلم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين الذين عبروا عن سعادتهم لحصولهم على هذه الوحدات بتسهيلات في السداد، ثم صعد الدكتور مصطفى مدبولي للطابق الأول من إحدى العمارات السكنية لتفقد وحدة سكنية كنموذج للوقوف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، وكلف بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الرصف والتشغيل الخاصة بالمشروع. وخليني يمكن أبدأ بالمشروع اللي كان وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو بإنشاء مجموعة من الوحدات الإسكان المتميزة لأهالي المحافظة. ويمكن النهاردة مع صندوق التنمية الحضرية سلمنا أول مجموعة عقود للمستفيدين من هذا المشروع الكبير، بنتكلم على 13,260 وحدة سكنية الحقيقة كلهم على مستوى مميز جدا جدا من التشطيب والتصميم، وموجود وجودهم في مواقع متميزة في قلب مدينة السويس. فالحمد لله النهاردة يعني سلمنا أول مجموعة من العقود، ويمكن كان التركيز مع السيد المحافظ ورئيس الصندوق على الإنهاء أعمال التنسيق الموقع ورصف الشوارع الداخلية في خلال الفترة القليلة جدا القادمة لكل المشروع. بعدها انتقل الدكتور مدبولي إلى المدرسة المصرية اليابانية السلام 2، وشاهد عرضا فنيا قدمه عدد من الطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية ترحيبا برئيس مجلس الوزراء باللغتين العربية واليابانية، ثم تفقد عددا من الفصول وقاعات الأنشطة المختلفة بالمدرسة. تفقد واحدة من المدارس المصرية اليابانية المفروض هتفتتح وتستقبل الطلاب بكرة إن شاء الله، وكان كنت حريص إن دي تعتبر هي تاني مدرسة الحقيقة للمدارس اليابانية المصرية هنا في محافظة السويس، والتجربة دي تجربة شديدة التميز. كان طبعا تبناها فخامة الرئيس بناء على زيارته لليابان منذ فترة طويلة، ووجه إن يبقى هذا النموذج متكرر في مصر، والحمد لله النهاردة بقى موجود بصورة كبيرة في كل المحافظات. ويمكن كان كلامي مع معالي الوزير الإسراع بتنفيذ المزيد من هذه المدارس في كل محافظات مصر في خلال الفترة القادمة، عشان يبقى هو ده النموذج اللي احنا يعني مميز إن شاء الله اللي الدولة المصرية بتتبناه في موضوع التعليم الأساسي.
وإلى مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية توجه الدكتور مدبولي وحرص على تفقد غرف العناية المركزة وغرف المرضى والحضانات، وتحدث رئيس مجلس الوزراء مع أحد المرضى للاطمئنان على حالته الصحية والخدمات التي تقدم له. الدكتور مدبولي أكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الرعاية الصحية وتوجيهاته بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة. مشروع هو وجه حضاري لمصر كلها وليس فقط لمحافظة السويس، وهو مجمع السويس الطبي، وده يعني بحق كان هدية فخامة الرئيس لأهالي محافظة السويس. النهاردة هذا المجمع هو مجمع عالمي بكل المقاييس، مستوى الحقيقة التصميم والتشطيب والتشغيل اللي بيتم النهاردة على أرقى مستوى. يعني حضراتكم شفنا إذا كنا تابعنا من يعني النهاردة كان التشغيل التجريبي، وبنشوف حجم اللي بقى الاستفادة لأهالي السويس، ومش فقط أهالي السويس، كل منطقة قناة السويس النهاردة من خلال هذا المجمع. أنا مش عايز أقول كمان حتى بعض مناطق في شرق القاهرة بقت ممكن إنها تستفيد من هذا المجمع الحضاري اللي بقى بيقدم خدمات طبية متقدمة جدا. أما المشروعات الصناعية بالسويس فحظيت باهتمام رئيس مجلس الوزراء خلال جولته، حيث تفقد مصنع شركة كيناوف الألمانية للألواح والمنتجات الجبسية والتي بلغت استثماراته نحو 80 مليون يورو ويعتمد على العمالة المصرية بنسبة 100%. ثم تفقد الدكتور مدبولي مصنع يونيفرسال للأثاث بالمنطقة الحرة في حي عطاقة، وهو باستثمارات سعودية تبلغ 5 ملايين دولار ويعتمد على المكون المحلي بنسبة 40%، ويخصص إنتاجه بالكامل للتصدير ويعتزم تخصيص 10% من إنتاجه المرحلة المقبلة للسوق المحلية. النهاردة إذا تابعتوا حضراتكم بقى بيقدم فعلا وبينتج حجم كبير من الطرمبات اللي برضو جزء منها بقى بيتصدر حتى لألمانيا شخصيا، يعني نفسها اللي هي كانت أصلا أصل المصنع أو أصل الشركة، بقينا بنصدر لألمانيا ولدول أوروبية ودول من أمريكا اللاتينية والمختلف الدول المحيطة، ولكن الأهم تغطية الاحتياج المحلي وبالذات فيما يخص مشروعات المية والصرف الصحي، وأيضا اتكلمنا فيه أنه هو مشروعات تحلية مياه البحر. الدكتور مدبولي زار مقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات روهم بن مصر الألمانية المتخصصة في إنتاج الطلمبات، مؤكدا حرص الحكومة على دفع العمل في القطاعات المنتجة لمكونات المشروع المختلفة لا سيما الطلمبات، ما يجعل توطين صناعتها خطوة مهمة لخفض فاتورة الاستيراد. رئيس مجلس الوزراء غير مسار جولته لتفقد مشروع ترميم قصر ثقافة السويس، ووجه بسرعة توفير 100 مليون جنيه للانتهاء من أعمال الترميم والتطوير. واختتم رئيس مجلس الوزراء جولته بافتتاح ممشى بور توفيق بعد إغلاقه لمدة 13 عاما، مؤكدا حرصه على زيارة محافظات مصر التي تمتد إليها بالكامل عمليات التطوير. تطوير المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أثمرت بتغيير الوجه الحضاري لعواصم ومدن وقرى المحافظات، وأيضا بالمشروعات الصناعية والتنموية التي أتاحت فرص العمل للأهالي بالقرب من الموطن والمسكن. من محافظة السويس، إيمان التوني، قناة النيل للأخبار. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي النائب دوغلاس لامبورن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن الجهد المتواصل التي تبذلها الدولة المصرية مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وتم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة. قال وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي حول التهديدات والمخاطر المتسارعة وغير المسبوقة في المنطقة، قال إن مصر كدولة إقليمية رئيسة ليس فقط في إقليمها ولكن في محيطها العالمي، معنية بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني
أن التصعيد مسألة شديدة الخطورة، يمكن أن تنزلق الأمور في عقبها إلى حرب شاملة في المنطقة، وأن يكون لن يكون هناك أي فائز من هذه المخاطر، مؤكدا أن مصر على اتصال مع الأطراف كافة. مصر كدولة إقليمية رئيسية ومحورية ليس فقط في إقليمها ولكن أيضا في محيطها العالمي، هي دولة محورية ومعنية بطبيعة الحال بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. التصعيد مسألة شديدة الخطورة، ممكن أن تنزلق الأمور إلى حرب شاملة في المنطقة ولا يستفيد ولا يكون هناك أي فائز من هذا هذه المخاطر. بالتأكيد احنا على اتصال مع كل الأطراف، ويمكن انت تابعتي لقاء السيد الرئيس مع الرئيس الإيراني على هامش قمة كازان، وكان الهدف الأساسي هو العمل على خفض التصعيد وعدم الانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة. بالتأكيد احنا نسعى جاهدين إلى العمل على ضبط الأمور وخفض حدة التصعيد، وهذا لن يتأتى إلا بعدة سياسات محددة، أهمها التوقف عن كل السياسات الأحادية والاستفزازية، ثانيا التوقف عن العدوان والتوقف عن أعمال القتل كما ذكرت اليومية في قطاع غزة. وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو المحور، هو الأساس في التهدئة في المنطقة، وبالتأكيد كما ذكرت أيضا وقف إطلاق النار في لبنان مسألة حيوية، بدون ذلك ستستمر مخاطر التصعيد في المنطقة ولن تكون هناك دولة مأمن عن مخاطر هذا التصعيد. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ضرورة سعي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية، وذلك على نحو يحقن الدماء ويتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان. وجاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم وزير خارجية أوكرانيا أندري سيها خلال جلسة محادثات مطولة تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط وتحديدا الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان والأزمة بين أوكرانيا وروسيا وكذلك سبل إنهائها. وأشار إلى أبو الغيط إلى ضرورة الاعتماد على الرؤية العربية القائمة على أهمية تطبيق المجتمع الدولي للمعايير ذاتها التي يتعامل بها مع مفاهيم الاحتلال والاستيلاء على الأراضي بالقوة وانتهاك حقوق الإنسان. أطلقت وزارتا السياحة والزراعة فعالية البرنامج الوطني لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية، وجاء ذلك في إطار الجهود لتنشيط السياحة وزيادة الوعي بأهمية الرفق بالحيوان بالمناطق الأثرية بمصر كافة. لا تزال أهرامات الجيزة تتربع على قمة عجائب الدنيا السبع رغم مرور آلاف السنين، فلا تزال الأهرامات قادرة على إبهار زوارها. ومن ثم أطلقت وزارة السياحة والأثار بالتعاون مع وزارة الزراعة حملة البرنامج الوطني تحت شعار معا لمعالجة الخيول والإبل والحيوانات الأليفة بالمناطق الأثرية. فالموضوع ده بالنسبة لنا في شق خاص بي المجتمع وكيفية التعامل مع الحيوانات ورعاية الحيوانات وحقوق الحيوانات عندنا، وفي شق آخر جاي مكمل لهذا الموضوع انه دي من محفزات السياحة، لانه الحيوانات دي تشتغل هنا تخدم السياح، وبناء عليه يجب ان يكون هناك اهتمام بها لخدمة صناعة السياحة. السياح لما بيجوا هنا في المنطقة الأثرية او المنطقة الأثرية بيبقى عندهم رغبة حقيقية في ان هم يتعاملوا مع المواطنين القائمين على هذه احنا بنعتبر ان الخيول دي سياحة، بنعتبر ان الجمال دي سياحة. واكد بعض المتخصصين والقائمين على المبادرة ان اهمية التطعيمات تكمن في كونها مانعة لاصابة الحيوان الاليف بالعديد من الامراض، كما انها تمنع انتقال الامراض بين الحيوانات والبشر. الهدف منها ان احنا حاجتين، الحاجة الاولانية بنحافظ على المكان الاثري، بننشط السياحة، بندي صورة
جميلة ومحترمة للمكان وللسائح اللي بيجي، التعامل الأخلاقي مع الحيوانات الأليفة، مظهر حضاري رائع بالإير تاجز، العلامات اللي في ودنهم دي والأرقام دي كلها مرقمة ومسجلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يعني أي كلب تقري الرقم اللي عليه تعرفي ده الطعم امتى، تعقم امتى، نوعه، لونه، كل حاجة. ويعد ركوب الخيول إحدى العلامات المميزة لرحلة الأهرامات، ويحرص أغلب الزوار على التجول بالخيول في المنطقة، حيث رأى أصحاب الخيول أن تطعيم الخيول والحيوانات الأليفة خطوة مهمة بالنسبة لهم، خاصة أنهم يعتمدون بشكل أساسي على السياحة. طبعا الجمل ده اكل عيشنا، واحنا شغالين هنا في المنطقه ابا عن جدا، ودي لازم نحافظ عليه وبنتعامل معاه كويس وبنعالجه وبننظفه وبنهتم بيه، ان ده يعتبر مصدر اكل عيشنا اللي هو الجمل او الحصان او الحنطور، دي الدبه بتاعتنا هنا، دي لازم نحافظ عليها وبنخاف عليها. هذه المبادره سيتم تعميمها على المناطق الاثريه كافه بمصر في محاوله من وزارتي السياحه والزراعه للحفاظ على الزائرين والحيوانات من الإصابة بالأمراض. حماية الحيوانات الأليفة والخيول بمنطقة الأهرامات حملة أطلقتها وزارة السياحة والأثار بالتعاون مع وزارة الزراعة لتطعيم الحيوانات الأليفة والخيول، حملة تستهدف وقاية الإنسان والحيوان، مما ينعكس على تنشيط السياحة في واحدة من أهم المناطق الأثرية في مصر. أسماء حسن، النيل، للأخبار. وفي ختام هذه الجولة هذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يشهد احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية حكايات الأبطال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر. عقب الضربات الإسرائيلية لإيران، حزب الله يقصف شمال إسرائيل بالصواريخ، والاحتلال يفخخ قرى جنوب لبنان ويفجرها. ومجبول يؤكد من السويس حرص الحكومة على دفع العمل في القطاعات المنتجة وإعادة بناء جميع محافظات الجمهورية. ختام نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة، كل التحية، إلى اللقاء.